يشدنو أنه الوضع الصحي للبطريرك صفير مستقر ولكنه دقيق. تاني خبر هو أنه اليوم بما يتعلق بوصلة التوتر العالي بالمنصورية، كان في لقاءات صارت ببكركي، وبعد هذه اللقاءات خرج النائب الياس حنكش ليقول أنه ما تم التوصل لتفاهم. من بعدها صار في تصعيد على الأرض بين الأهالي والقوى الأمنية، الأهالي اللي كانوا عم بيجربوا يمنعوا استكمال الأشغال هناك. وبنفس الوقت يعني مستمر النقاش حول هذا الموضوع والبحث بالحلول. وبهذا الوقت قالت وزيرة الطاقة ندى بستاني أنه الأعمال رح تستمر. ثالث خبر بيتعلق بأنه في عدد من النواب تقدموا بطعم بقانون الكهرباء، هن 10 نواب، 3 نواب الكتائب بالإضافة إلى النائب مروان حمادة، النائب أسامة سعد، النائب بولا يعقوبيان، النائب نقولة نحاس، علي درويش، جهاد الصمد وفيصل كرامي. وآخر خبر اليوم هو أنه الحكومة بعدها مستكملة نقاش موازنة 2019، واليوم كان نقاش حول تخفيض موازنات الوزارات.